القصيدة هذه ما أبغى أحد يقول صح لسانك، أبغى اللي يسمعها يقول آمين، يقول يا حي يا قيوم يا رب الأرباب، يا مشافين عقب المرض عبدك أيوب، يا ناصر جيشك على جيش الأحزاب، يا مرجع يوسف على أبوه يعقوب، قاهر متكبر وغافر وتواب، غالب وعبدك تحت رحمتك مغلوب، سبحانك اللي تغفر الذنوب من تاب، وتقول للعاصي عن المعصية توب، مخاب يا وهاب من جاك طلاب، يا غافر الزلات أنا لي مطلوب، اجعل وفاتي بين مصحف ومحراب، العمر يمضي واجل الإنسان محسوب، وارحم بيوم فيه تعذيب وحساب، واللي عملته في السجلات مكتوب، اللي أسكنت بوسط بيت بلا باب، ولبست ثوب ما لها كمام وجيوب، وتكلمت كل الجوارح والأعصاب، تشهد على ما قد عملته من ذنوب، يا رب تجعل لي عن النار مجناب، الحفرة اللي وسطها الضوء مشبوب. سلامتكم.